جبت لك الشوكولاته اللي بالبندق اللي بتحبيها. ربنا يخليكي ليا يا قبل امينه، ما يحرمنيش منك ابدا. خليكي ليا يا بنت، اي حاجه تعوزيها تقوليها لي على طول. ربنا يخليكي ليا. يومك كان حلو النهارده؟ اه الحمد لله. طب بسم الله عليكي. حرام عليكي، ده افترى. هو انت لسه شفت افترى؟ قولي اعمل فيك ايه؟ اموتك واخلص منك ومن قرفك. خناقه يا حبيبتي. انا مش عيل صغير عشان تضربيني. طب والله العظيم لا سايب لك البيت وماشي. ايه بس يا جماعه، في ايه؟ الاستاذ قافل على نفسه الاوضه وانا فاكراه بيذاكر، ومن تخفيلي خايفه ادخل اقول له اطلع سلم على خالتك لحسن عطل على المذاكره. ايه كنت بتعمل ايه يا اسامه؟ وانا بفتح الميل بتاعي لقيت حد بعت لي كليب، وانا يعني ما اعرفش اكيد ايه اللي فيه، يعني لقيت ماما على دماغي. كذاب، ما فيش حد بعت لك حاجه، انت اللي قليل الادب وبتدخل على مواقع ابيها. انا من بكره والله العظيم هلغي اشتراك الزفت النت ده، ومش هتشوف مني مغلى مليم بعد النهارده. ويا انا انت اسامه في البيت. خش جوه، خش جوه. عاربك اللي انا في كده يا امينه، شايفه عمايله؟ تهدي بقى بالله، ما ينفعش انك انت تبقي طابقه على نفسه كده على طول. وبعدين السكينه ممكن تقتلي بيها وممكن تقطعي بيها وتاكلي، ازاي بتستعمليها؟ هو ده المهم. عايزاني اعمل ايه؟ اسيبه يتفرج على افلام قليله الادب، ولا تحبي اقعد معاه نتفرج سوا؟ يا ستي صاحبيه وراقبيه من بعيد. واجيب وقت لكل ده منين؟ انا برجع من الشغل هلكانه، وارجع الاقي 1000 مليون مشكله مستنياني. يعني يا ربي مش لو كنت ما طلعتش بعيال من الجوازه الخايبه دي مش كان يبقى احسن؟ لا لا، ما كانش يبقى احسن، ما كانش يبقى احسن يا ايمان. ما انت شايفاني اهو. تعالي تعالي. اجمل ست في الدنيا. وانا بحب الفيلم ده بجد؟ بجد. اتفقنا خلاص. بالعقل يا حبيبي. هنعمل ايه بقى؟ كل حاجه. كل حاجه. كل حاجه. اتفقنا. اتفقنا. شوفك. بلاش بواخه بقى يا امينه، خليكي قاعده معايا شويه. طب اعمل ايه؟ النهارده كان بيتخانق معايا طول النهار، ما صدقت انه هدي. ابله. مالك يا ابله دولت؟ يا ابله مالك؟ تعبانه؟ خدي ميه. يلا امينه، يلا امينه، الحقي الحقي الست الكبيره تعبانه قوي. يا خرابي دي كانت كويسه. تعالي. ماما. في ايه يا ماما؟ في ايه؟ مالك يا بنتي؟ اسامه، اسامه. هي ماما بس بعد هات لها ميه يا امينه. ميه. ماما في ايه؟ روح عند الدكتور اللي ساكن في العماره اللي جنبينا بسرعه بسرعه. الو. ايوه يا صلاح. لا مش هقدر اجي، ماما تعبت. طب انا اعمل ايه يا صلاح؟ كنت جايه. مش هقدر اسيبها. ايوه حبات معاه. اوكي. لا 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 براحتك، بس طمنين عليك. مع السلامه. ايه يا دكتور طمني، ماما عندها ايه؟ دور برد شديد شويه، ما تستحملوش شويه في السن ده. وانا كتبت لها روشيتة دي، بس ما كتبتلهاش مضاد حيوي، في فيتامين، وانتوا بقى ترعوها بالعصير، عصير الليمون والبرتقال. حاضر يا دكتور، متشكره جدا. وصلي الدكتور يا امين. متشكرين جدا يا دكتور. Thank you.
اصحي.